قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. تم اجتماع ايضا لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي درس ووافق على مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمقاطعات الإدارية التي سيتم استحداثها في جنوب الوطن. إذا سيتم استحداث 10 مقاطعات إدارية عبر العديد من ولايات جنوب الوطن، حيث سيشرف عليها ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي، وعليه يقضي مرسوم رئاسي بإنشاء 10 مقاطعات إدارية عبر ولايات أدرار وبسكرة وبشار وتمن راست ورقلة وإليزي الوادي وكذا غردايا. وسيشرف على تسيير هذه المقاطعات الإدارية ولاة المنتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي، حسب بيان لمجلس الوزراء. هذا واتخذ مجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جملة من التدابير، أهمها استحداث 10 مقاطعات إدارية عبر العديد من ولايات الجنوب، حيث سيشرف عليها ولاة المنتدبون يخضعون للسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي، ويقضي مرسوما رئيسيا بإنشاء 10 مقاطعات إدارية عبر ولايات أدرار وبسكرة وأعيد بشار تمن راست ورقلة إليزي وكذا الوادي وغردايا. لتصلك آخر مستجداتنا، اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.